نيجي هنا عندنا مسألة، احنا قلنا الكرة مركز الثقل بتاعها مركز الكرة، فاللي هو ميم، فميم، ويبقى الوزن تحت على الأرض يعني اتجاه الأرض. طيب الكرة اتعلقت على من سطحها في نقطة ب في ايه، في مسمار مثلا في الحائط هنا في ألف مثلا، فتعلقت من ب لألف، وطول المسافة بين ألف وب 30 سنتي. خلاص أصبح إن الكرة لمست الأرض، لمست الحائط، وبالتالي أصبح الحائط عامل مع نقطة التلامس هنا رد فعل على الكرة، فرد الفعل لازم يمشي بمركز إيه؟ مركز الدايرة اللي هو، أو مركز الكرة اللي هو أساسا بيبقى في الوزن، تأثير الوزن اللي هو في المنتصف، في منتصف الكرة وفي منتصف القطر، هنا القطر أو القطر، فنصه هيبقى المركز هنا كده، وإيه ويرد الفعل هيبقى عكسي. فطالما النقطة دي متصل فيها المركز وفيها رد الفعل، يبقى لازم الشد ده اللي عاملينه ده امتداده يمر بنفس النقطة عشان تتزن الكرة، لازم. ولذلك حسب قاعدة لامي، يبقى الشد الموجود في الخطة على جهة واحد هيساوي رد الفعل على جهة اتنين هيساوي واو الوزن على جهة تلاتة. فبقول لك مثلا مثلث القوى، طبعا احنا هنحل المسألة دي عن طريق قاعدة لامي وعن طريق مثلث القوى. فبقول لك وزن الكرة 2 ثقل كيلوغرام، مركزها ميم لأسفل نمرة واحد، الشد ب على ب ألف أهو شين، واو ر اللي هي رد الفعل والوزن يتقاطع في مركز الكرة اللي هو ميم، إذا الشد يجب أن يتقاطع في ميم، وبالتالي هنمد ألف ب اللي هو المتعلقة هنمدها لغاية ما تقطع في ميم، فأصبح عندي ألف ميم جيم مثلث إيه؟ مثلث القوى. ألف ميم جيم مثلث القوى، والأضلاع دي بتمثل كل قوة. أول حاجة مثلث ألف ميم جيم مثلث القوى، فأول حاجة عندنا ميم ألف، ميم ألف اللي هو بيساوي ميم، بيساوي ميم ب اللي هو نص قطر الكرة، نص القطر الكرة، نصف القطر الكرة، زائد ب ألف، زائد ب ألف. هو ادانا نصف القطر أساسا 30، وادانا طول الشد هنا من ب لألف 30، يبقى أصبح ألف ميم 60، أصبح ألف ميم إيه 60. طيب وأصبح ألف ميم 60، ولكن جيم ميم في المثلث 30، 30، ورد الفعل لازم يبقى عمودي، يبقى عندنا مثلث قائم الزاوية في جيم، رد الفعل يبقى عمودي على المستوى الرأسي، وهنا ده 60 وده 30، يبقى ده نص الوتر، يبقى 30 هنا الزاوية 30 والستين ونص الوتر، يبقى وهنا الزاوية 60، هنا الزاوية ايه 60. طيب ألف جيم طوله قد ايه؟ هيبقى 30 جذر 3 زي ما خدنا، 30 60 بيبقى ايه قلنا؟ بيبقى 1 2، 1.5 الوتر 2، والتالت جذر 3. فهنا طالما 30 و30 يبقى 60، وهنا 30 يبقى هنا 30 جذر 3، جذر 3. فيبقى المثلث 30 60 وألف جيم بتساوي 30 جذر 3. قاعدة المثلث اللي هي هنقول إن الشد على ألف ميم بيساوي ر على ميم جيم بيساوي واو على ألف جيم، ده بمثلث القوى. هنعوض الشد هنا مش معروف، على ألف ميم على 60 سنتي بيساوي ر رد الفعل على نص القطر اللي هنا اللي هو قاعدة المثلث 30، بيساوي واو اللي هو الوزن اللي هو موازي ده، يبقى ألف جيم بتساوي واو اللي هو ألف جيم على ألف جيم، ألف جيم قلناها 30 جذر 3. خلاص يبقى هنا كده هنعوض عن شين، شين وستين واتنين جذر تلاتة، الواو وزن 2، وطبعا جاء هنا 30 جذر 3، سوري 30 جذر 3، وهنا الوزن 2. هناخد النسبة دي نحلها مرة مع ده طرفين فاصلتين هنطلع ر، مرة طرفين فاصلتين مع الشين هنطلع شين، طلعت الشين
أربعة جذر تلاتة على تلاتة، وريه اتنين جذر تلاتة على تلاتة تلاتة على تلاتة. فاحنا حلينا المسألة بإيه؟ بمثلث القوى. هنحلها بقاعدة لامي، هنحلها بإيه؟ بقاعدة لامي. يبقى هنيجي نقول الشين على جاهه واحد، جاهه واحد اللي هي إيه؟ الزاوية اللي بين قوتين أخريتين، اللي هي بين ألف جيم وجيم ميم، اللي هي زاوية قائمة. يبقى شين على جاهه واحد يبقى على جاه 90. طيب وريه، ريه اللي هو هنا امتداده، يبقى هو الرد الفعل هنا، يبقى ريه اللي هو ميم جيم على الزاوية المقابلة اللي هي بين القوتين الأخريتين، اللي هي مقدارها كام؟ مقدارها 30، لأن المثلث 30 ستيني. فقلنا إيه ده 30 وده 60، يبقى إيه دي نص الوتر، يبقى هنا الزاوية 30 وهنا 60. فهنا يبقى 30 على إيه؟ على جا 30 على جا 30 على جا 30. نمرة 3 اللي هو واو الوزن اللي هو ده، هيبقى واو على جا 60 اللي هي ده. ده حل. فدي دي ايه حل. الحل التاني ممكن نقول ان الزاوية بين ر وواو هي زاوية قائمة، خلاص يبقى 90. والزاوية بين ر وشين هي الزاوية القائمة دي زائد الزاوية دي. احنا الزاوية دي 60، يبقى دي 30، يبقى 90 و30 120. الزاوية التانية اللي هي زاوية بين اللي هي بين واو وشين هتساوي كام؟ واو وشين هنا، واو وشين هتبقى 90 زائد هنا 60، لأن 30 هنا 60. خلاص، فسواء حطيت الزوايا من بره أو خدت زوايا المثلث فالاتنين واحد. فشين جا 90 على ر جا 150 على واو جا 120، أو شين على المثلث شين جا 90 على ر جا 30 على واو جا 60. وهنعوض، يبقى الشين طبعا الواو نرجع تاني، الشين والر، الواو اتنين، الواو ايه اتنين، الوزن الواو اتنين على جا 60. جا 60 طبعا فيها ايه؟ الواو اتنين، اتنين على جا 60 جذر 3 على 2، فيبقى هنا 4 جذر 3 على 3. ليه على واو؟ لما نيجي نحسبها هنعمل عشان تبقى بس في الصورة، الواو على جا 60 مثلا يبقى ساوي الواو اللي هي 2 على جا 60 جذر 3 على 2، يبقى على جذر 3 على 2، يبقى 2 في 2 على جذر 3، يبقى هتساوي 4 على جذر 3. ضرب الجذر 3 في جذر 3 وبسط في جذر 3 هيبقى 4 جذر 3، وجذر 3 في جذر 3 هيبقى 3، يبقى هتطلع لنا 4 جذر 3 اللي هي طلعت هنا نفسها. خلاص، فهنا بالنسبة لنفسها اللي هي طلعت هنا نفسها، فهنيجي الشد هيبقى واو على جا 120، واو جا 120 هي جا 60 اللي هو 4 جذر 3 على 3. طيب نيجي لرد الفعل، رد الفعل برضو اللي هي جا 30 واو جا على 60. فاحنا عندنا اساسا واو على جا 60 ب 4 جذر 3 على 3، فهنضرب هنا بالنسبه لر هنضرب في نص، هيبقى 2 جذر 3 على 3، لان جا 30 بنص، بينما في الشد جا 90 بواحد، يبقى نفس اللي هيطلع من واو جا 60 على جا 60 هو هيطلع الشد، لان جا 90 بواحد، جا 90 بواحد. يبقى كده حليناها مره بقاعده لامي بالزوايا، ومره بالاضلاع في اللي هو في مثلث القوى. ده مثال او مساله خاصه بالايه بالاتزان، اللي هو لو كان في جسم متزن ومؤثره في ثلاث قوى وقوتين متلاقيتين في نقطه، يبقى لازم القوه الثالثه تمر بنفس النقطه. دي خلاصه الباب اللي خدناه، والحل يا اما بيبقى بقاعده لامي يا اما بيبقى بمثلث القوى.